السلام عليكم. اليوم نتعرض للمشروع نتاع المحطة البرية للمسافرين والمتعددة الأنماط المتواجدة حاليا ببير خادم، واللي راهي قيد الإنجاز والعملية تقرب من النهاية نتاعها. إذا بدأ يظهر الملامح تاع هذه المحطة اللي يعني تظهر ضخمة يعني، واللي أكيد سوف تكون أكبر محطة للمسافرين في الجزائر وواحدة من أكبر المحطات في يعني شمال إفريقيا وإفريقيا لما لا. إذا نخليكم تتابعوا بعض الجوانب من الأشغال نتاع هذه المحطة الجديدة اللي راهي قيد الإنشاء بمنطقة بير خادم بين بيرموند رايس وبير خادم. إذا نخليكم تتابعوا والسلام عليكم.